عايز اسالك كمان على الدعم اللي شفناه على الشاشات جميعا يعني من اسطوره كره القدم الايفواريه ديدي دروجبا. كان في انفعالات كبيره جدا اثناء المباريات، اعلم كمان ان العلاقه بينكم هي علاقه جيده جدا. تاثير الدعم الكبير اللي عمله دروجبا معاكم على فوزكم في النهايه بلقب البطوله. كما كل الإيفواريين إنه كان متحمسا جدا كما جميع الشعب الإيفواري، وليس دروجبا وحده، وهو واحد من هذا الشعب. نعم، هو كان يساندنا بشكل خاص وكان يتحدث دائما عن ضرورة الفوز بهذا اللقب مع لاعبين، وهنا أنا أستغل الفرصة كي أشكره وأشكر كل من ساندنا لكي نعبر من المواقف الصعبة في هذه البطولة. الدور الذي أداه بالفعل كان دورا هاما، ودعمه للاعبين كان لا محدود، وأشكره مرة أخرى.